معنا عبر الهاتف الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين. شيخ خالد مرحبا بك معنا في هذه النشرة. أشدت كثيرا شيخ خالد بالأمير سعود الفيصل وبمواقفه ودبلوماسيته، وكتبت بأنك تأثرت كثيرا بخبر ابتعاده. هل لك أن تعلق أولا أو تعطينا بعض القصص حول التجارب التي مررت بها في علاقتكم مع الأمير سعود؟ والله حقيقة يا أخي الكريم، أنا عملت مع صاحب السمو الملك الأمير سعود الفيصل تقريبا 10 سنوات، وقبل ذلك كنت أيضا في حكم عملي في السلك الدبلوماسي، كنا نلتقي بين الآن والآخر في مختلف المجالات. يعني لما أقول تعلمت منه الكثير بعد بكون مقصر في هالكلمة، لأن يعني شفته في أصعب المواقف اللي أتوقع أنه من الصعب الخروج منها أو من الصعب التعامل معها، لكن يعني عرفنا كيف الواحد يتعامل تحت أصعب الظروف منا حفظه الله. شيخ خالد، هل لك أنت تتذكر يعني لنا بعض هذه المواقف؟ والله أمور كثيرة، خصوصا في بعض الاجتماعات العربية، وتعرف يعني مرات كيف يكون صعوبة النقاش العربي يعني حول بعض الأمور، وكيف تتوقع أن 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 هذا الموقف الآن سيؤدي إلى إنهاء هذا الاجتماع، وكيف أن في لحظة يطرح طرح ليس فيه أي ذرة تنازل أو تراجع، لكن في نفس الوقت يحظى بالقبول من الجانب الآخر. وهذه حقيقة مدرسة تعلمنا منها ولازلنا نستذكرها حقيقة ونتعلم منها، إن كانت في اجتماعات الجامعة العربية، إن كانت في بعض اللقاءات مع الدول الكبرى وفي مواقف دقيقة تتعلق بأمن في المنطقة. حقيقة يعني أمور كثيرة، لكن أيضا أريد أن أستذكر محطة مهمة جدا في حق هذا الرجل الكبير. يعني هو لا ننسى كيف كان بمقدرته قدر يعكس توجيهات خادم الحرمين الشريفين في كل مرحلة في اللي عاصرناه في المملكة العربية السعودية، في 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 إيضاح الصورة في 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 كل تقبل من الجانب الآخر، وبالأخص في 2011 يعني لما كانت بلدي مرت في مسألة وكانت هناك مؤامرة يعني عليها، كيف أنه هو جاء للعالم وتكلم مع الكثيرين وأقنعهم ووضح لهم الصورة الصحيحة. هو في الحقيقة الأمير سعود الفيصل أخي الكبير الحبيب في آنذاك كان هو وزير خارجية مملكة البحرين إضافة إلى عمله، فيعني لن ننسى فضله ولا ننسى جهده، والله يعطيه الصحة العافية والعافية دائما على طول إن شاء الله. طيب، يعني كلمات إشادة كثيرة جاءت حتى على لسان وزراء خارجية وكذلك رؤساء أيضا في حق الأمير سعود الفيصل. نعم. الآن بعد أن هذه الرسالة الأخيرة التي كذلك أشاد فيها بالرسالة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين، هل تتوقع شيء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية بعد يعني خروج سعود الفيصل منها وبقاؤه مشرفا عليها؟ بالضبط، قلتها في آخر كلمتين أخي الكريم. الأمير سعود الفيصل لم يخرج لا من السياسة ولا من العمل ولن يخرج أبدا من يعني من وجداننا وتعاطينا معه. فهو السياسة أراها مستمرة، أراها قوية وثابتة، خصوصا مع السلام أخي الكريم عادل الجبير اللي أعرفه حق المعرفة حقيقة، تعاملت معه في واشنطن وفي مختلف الأماكن، وهو أحد تلاميذ هذه المدرسة الصلبة الثابتة الراسخة. فأرى ثبات في السياسة الخارجية السعودية، أرى استمرارية، ولا أرى أن السعودية تحتاج إلى أنها تبدل سياستها بين آن وآخر. يعني تذكرت فيما يعني الأزمة التي مرت بها البحرين، وقلت بأنه نعم. سعود الفيصل كان بالإضافة إلى عمله وزير خارجية للسعودية كان كذلك وزير خارجية أيضا للبحرين، تعلم بأنه نعم. كان هناك يعني وجهات نظر مختلفة ربما دولية كذلك فيما يتعلق بما حدث في البحرين. سعود الفيصل كيف كان يتعامل مع هذه النقطة تحديدا؟ كان يقول الحقيقة، لم يكن يبتدع أي شيء الأمير سعود الفيصل، كان يقول الحقيقة في أفضل وأبدع صورة ممكن أن تقال. يعني كان يذكرها ولا ينسى فيها شيء، ويبين للقاصي والداني إن كان في الحلفاء والأصدقاء، إن كان في بعض من لديهم رأي آخر أو تشكيك أو شيء، كان مستعدا دائما بالحقائق وما جرى على الأرض في هذا البلد، بحكم أنه
كان يتواصل معنا وزار البحرين تلك الفترة كذا مرة، وكان يتواصل معنا بالهاتف حتى في منتصف الليل وفي ساعات الفجر. كان يتصل بنا ويسألنا عن مختلف الأمور. فهو كان يعني وضع كل جهده في مسألة إبراز الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، وهذا الشيء يعني حقيقة كل شعب البحرين لن ينساه له هذا الرجل الكبير. طيب أيضا فيما يتعلق بالظروف التي تعيشها المنطقة وخاصة الخليج، إذا ما تحدثنا كذلك عن نظرة سعود الفيصل فيما يتعلق بهذه التحديات التي تواجه المنطقة، كيف تصفها لنا؟ والله يا أخي شوف، يعني الأمير سعود الفيصل الله يحفظه كان دائما يعكس السياسة الثابتة للمملكة العربية السعودية في كل المجالات، يعني فهذه كانت دائما يعني كان هو القدير اللي يعكسها. فالمملكة العربية السعودية نحن نراها دائما هي الثابت وما حولها هو المتحول، عرفت قصدي؟ فدائما مسألة ثبات المنطقة واستقرارها تراه متجسد بكل وضوح في سياسة المملكة العربية السعودية في التعامل مع مختلف التحديات. فكان هو يعكسها بكل أمانة وبكل قدرة واقتدار. فأنا لا أتوقع أن يكون ابتعاد يعني صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن المسؤولية المباشرة إلى الإشراف سيؤثر بأي شكل من الأشكال على سياسة المملكة العربية السعودية، بل أيضا سيساعد أكثر، لأن هناك من سيعينه على القيام بالأعمال وسيعينه على أن يعطينا صورته وأفكاره للوضع في المنطقة براحة أكثر. الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، شكرا جزيلا لكم.